استعجل لك شوي، تأخرت على طيارتي. اليوم لا تجيب لها غدا. ليش يا بيك؟ اليوم رح حضر لها أكلة هي كتير بتحبها، وخود هاي الليستا جيب لي هالأغراض. أمرك يا بيك. وبعدين كل شي بصير معك خبرني. تمام بالإذن. الله معك، مع السلامة. يعني اليوم رح ناكل من تحت إيديك عدنان بيك، وأطيب أكلة رح تأكلها. عين عليك. تعرف كثير اشتقت لأكلات بنتي. أكيد المرحومة مرتك هي اللي علمتها. لك هي اللي علمتها وكبرتها. الله يرحمها. الله يرحمها. طيب شو رأيك تسبقني على المطبخ منشان تبدأ تحضر الأغراض؟ مو على أساس أنت بدك تساويها؟ يا سيدي أنا وأنت واحد، أنت روحي بلش حضر وأنا بكمل فنجان قهوتي. إيه؟ أمرك. راسي، هاي راسي ليك. ليندا، راسي ليندا.